كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة معقولة. في ناس كانت عايشة حواليها دايرة مقفولة متحملة ومكملة وماشية طول ما الحياة معقولة. ولا كان في يوم يخطر على كان في يوم يخطر على بلد يجي يدق الشر بلد وتشوف معاه حاجات كتير ما كانتش يوم عامله حسابها. لا ما هي مش جاية عشان تزوركم بس، يعني دي جاية عشان تخطبك كمان. بجد؟ بس مش عارفة. مش عارفة ايه؟ مش عارفة ادي خبر لماما ولا اعمل اكني ما عنديش اي فكرة. لا طبعا، انت ناسي ان باباكي شافني في الحادثة بتاعت الواد عمو. ما هو ده اللي مخوفني يا بني ادم. طب عندك حل تاني؟ هو انا اللي هفكر لك؟ مش انت اللي عايز تتجوزني؟ افهم من كده بقى ان انت مش عايزة؟ لا طبعا عايزة، بس انت عارف ان الموضوع معقد قوي. طب قوليلي نعمل احنا ايه بس؟ تاني؟ ما تفكر يا بني ادم، ولا انت بس شاطر تجيب امتياز في الكلية ومش عارف حتى تجيب مقبول في مشروع جوازك؟ ما هو مفيش غير طريقة واحدة بس، لما حد يكون عايز يخطب واحدة، لا اما يروح هو بطوله كده هو ويتشطر عشان يخطبها من ابوها، لا اما يروح هو والده ووالدته، وبما ان انا والدي ميت يعني واليتيم، فانا لازم اجي ومعايا والدتي. صدقني يا حبيبي بابا اول ما هيشوف خلقتك مش هيوافق، وقليل قوي ما يطردك. ليه بس؟ لا سمح الله، وانا عملت حاجة؟ ولك يا نبيل انا جاتلي فكره جهنميه. ها
هتتكلمي في التليفون وتطلبي مامتها؟ بلاش، انا بقول نكلمها في الموبايل احسن. لا 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 بلاش الموبايل، ممكن يعمل لنا مشكلة. الله، مشكلة ايه؟ يعني ممكن يكون باباها قاعد ساعتها جنب مامتها، فلما انت تتصلي يسأل بقى مين اللي اداكي نمرة الموبايل وندخل في سين وجيل. انا بقول تتصلي احسن من التليفون العادي، ونعمل زي الافلام القديمة. انت تتصلي يرد عليك السفرجي، تقولي له اديني سرية هاني، ولما تيجي سرايا هاني تقولي لها انا فلانه الفلانيه، من غير طبعا ما تقولي لها انا مامي نبيل، وهتسالك نبيل مين، تقولي لها نبيل ابن مايت في كليه العلوم. بلاش ده كله، انت تقولي لها انا فلانه الفلانيه وانك عايزه تقابليها ضروري بس. عايزني بقى اعمل الكلام ده امتى؟ لما سهى تقولي على الوقت المناسب. خلاص وماله، خير البر عاجله. معلش يا ماما، سهى قالت لي ما تعملش حاجه غير لما اقول لك، وعلى العموم يعني هي اضرب كل حاجه. شفت، مش بقول لك البنت بتحبك وبتموت فيك دونا عن شباب البلد كلهم. انما ما قلتليش هما الدكاتره قالوا ابوها هيموت امتى؟ عموما انا موافق على اقتراحك ده بتنظيم العمل، بس انا افضل انك تقابل النائب العام وتاخد موافقته عليه. اروح دلوقتي ولا ممكن يكون مشغول؟ انا كنت عنده من شويه وكان قاعد رايق. المهم انت اخبارك ايه دلوقتي؟ ما زال وشك مش عاجبني يا احمد. لا لا الحمد لله انا بقيت كويس قوي. عرضت نفسك على دكتور؟ لا الحكايه ما تستاهلش يا احمد. يا احمد الصحه اهم حاجه، ما تفرطش فيها يا اخي. ما هو الدكتور شهاب صاحبك، ما تخليه يشوفك. لا 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 لا، قصدي يعني ما توصلش للدرجه دي. معلش يشوفك ويطمنك. حاضر حاضر يا فندم. استنى يا احمد، استنى اشوف النائب العام يقدر يشوفك دلوقتي ولا لا. أرجوك يا أحمد ما تضطرنيش أقدم البلاغ للنائب العام. ايوه يا عبد الرحمن، انت مش قلت لي ان احمد عبد الرؤوف جاي لي؟ لا ابدا ما جاش لحد دلوقتي. طيب شوفه في مكتبه، لاني لازم انزل بعد ربع ساعه. ايوه مين حضرتك يا فندم؟ نازك هانم. اهلا بيك يا نازك هانم. انا الحمد لله كويسه خالص. ايوه ايوه حضرتك ساكنه في الشارع اللي ورانا. طبعا عارفاه. تأنسي وتشرفي، بس الحقيقه انا ماليش مواعيد، بس ممكن حضرتك تحددي ميعاد وانا هكون في انتظار حضرتك. مع الف سلامه. مين دي يا ماما؟
اهلا يا احمد بيه، اتفضل. الدكتور موجود؟ لا الدكتور بيجي الساعه 7. انا كلمته على الموبايل لقيته مقفول. هو اكيد في المستشفى، يا عنده عمليه يا عنده مرور على العيانين. اتفضل اشرب قهوه. لا متشكر قوي، انا هروح للمستشفى. طيب الف سلامه. اتفضل. ازيك يا مجدي؟ ايه ده بابا، ازاي حضرتك؟ خير يا بابا، في ايه؟ لا مفيش حاجه، انا جاي اسال على الدكتور شهاب. هو بس الدكتور شهاب لسه ما جاش. ليه ما عندوش عمليات النهارده؟ لا النهارده في مرور، مفيش عمليات. لا بس هيجي. اه طبعا اكيد هيجي. امتى يعني؟ بالكتير قوي على الساعه 4:30. مالك يا بابا؟ حضرتك شكلك قلقان قوي. لا 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 يا مجدي مفيش حاجة، ما تقلقش. أنا بس عاوز دكتور شهاب في موضوع مهم. سارة عايزة أتكلم معاكي. اسمع. إيه؟ مش هتتغدي معايا؟ ثانك يو، أنا اتغديت. أنا كنت مستنياكي عشان نتغدى مع بعض. سوري، خليها يوم تاني. سارة تعالي اقعدي، انا عايزه اتكلم معاكي. مالك يا ساره؟ في ايه؟ انا ملاحظه انه من يوم ماهر اخوكي توفى وانتي ما بقيتيش طبيعيه، بقيتي بتبعدي عني، لا بتتكلمي معايا ولا بتاكلي معايا، ما بلاقيكيش في البيت لا في الفطار ولا على الغدا. انا عارفه ان انتي ما كنتيش بتحبي تتعشي في البيت، كنتي بتحبي تتعشي بره دايما، لكن الفطار والغدا احنا كنا بنقعد مع بعض، كنا بنتكلم مع بعض، كنت بتكلميني عن حياتك، كنت بتفتحي لي قلبك، كنت بعرف كل حاجة عنك. ايه اللي حصل؟ ايه اللي غيرك بالشكل ده يا سارة؟ احيانا الانسان بيصحى مرة واحدة على حقيقة كانت غايبة عنه، الحقيقة دي بتهزه، بتغير رأيه في حاجات كتير وفي الناس، بتغير حتى رأيه عن نفسه. انا مش فاهمة انت عايزة تقولي ايه. عايزة اقول اني فعلا اتغيرت. يعني ايه اتغيرتي؟ يعني ما بقتش سارة اللي انت كنت تعرفيها، والنتيجة انك ما بقتيش ماما اللي انا كنت اعرفها. عشان كده بتعامليني بالشكل ده؟ عشان كده يا سارة بتعامليني بالقسوة دي؟ وليه تعتبريها قسوة؟ امال يا سارة عايزاني اعتبرها ايه لما بلاقيكي بتبعدي عني؟ انت مش عايزه تكلميني ولا عايزه تقعدي معايا ولا عايزه تاكلي معايا، انت عايزاني اعتبرها ايه؟ ايه السبب؟ عايزه تعرفي ايه السبب؟ طبعا عايزه اعرف ايه السبب. موت ماهر بسببك. انا يا ساره؟ ماهر مات بسببي انا يا ساره؟ وبالتحديد بسبب انانيتك. انت بتقولي ايه؟ انت بتقولي انانيتي انا؟ يس، لولا انانيتك كان ممكن ماهر يكون قاعد معانا دلوقتي. لا لا لا، ماهر ما ماتش بسببي ولا بسبب انانيتي، ماهر مات في حادثه عربيه، فاهمه؟ ده كان ممكن ينقذه. ابوكي كان ممنوع من ممارسه الطب. دي كانت هتبقى مشكلته هو مش مشكلتك انت، لكن انت خفتي على نفسك وضحيتي بابنك، خفتي على الثروه والاملاك اللي خدتيها من داد. Thank you.
نظرك. أنا اللي ظلمت أبوكي. أنت ظلمتينا كلنا. على العموم لو كنت مش سعيدة معايا دوري على أبوكي، دوري شوفي هو فين وروحي عيشي معاه. أنا ما ينفعش أعيش مع داد لأن أنا تربيت في مجتمع وهو عايش في مجتمع تاني، لكن حياتي في البيت ده بقت مستحيلة. يعني إيه؟ يعني أنا هشوف مكان تاني أعيش فيه، مكان يخليني أنسى المأساة اللي حصلت في البيت ده بسببك، وافتكر بعد ما أمشي هتعيشي في سعادة لأنك هتقدري تمارسي أنانيتك بحرية. الكلام اللي فارغ اللي أنت بتقوليه ده؟ إزاي بنت تتكلم أمها بالشكل ده؟ إزاي؟ سوري لازم أهرب، لازم أهرب بعيد عنك. لازم اعرف، لازم اعرف بعيد عني. سارة، سارة تعالي هنا، تعالي هنا، انا لسه ما كملتش كلامي معاكي، تعالي هنا. مش معقول، ايه المفاجأة الجميلة دي؟ احمد عبد الرؤوف عندنا هنا في المستشفى. ازيك يا احمد؟ تعرف انك انت كنت على بالي النهارده، كلمتك كتير النهارده وموبايلك مقفول. فعلا انا كنت قافل الموبايل بتاعي، كنت عايز اقعد في هدوء شويه. انت عارف الوعد مع النفس ده ضروري جدا عشان الواحد يعرف اللي عليه واللي ليه. المهم شفت ابوك يشرب ايه؟ طبعا يا دكتور، هو شرب قهوه. وماله يشرب تاني؟ شاب انا عاوز اتكلم معاك شويه دلوقتي. يا ريت. مجدي بعد اذنك سيبنا لوحدنا. لا خليك انت، انا عايزك. الكلام هنا ما ينفعش. أنا يا دوبك دلوقتي أمر على عينين أطمن عليهم وحاطير على العيادة بعد كده. جهزتهم أنت والدكتور رزق؟ يا دكتور. شهاب أنا عاوز أقعد معاك ضروري. يا ريتك تجيلي البيت. أنا هخلص العيادة على الساعة 9 كده، 9 ونص 10. إذا ما لقيتنيش ممكن أخلي التمرجي يفتح لك الشقة تستناني فيها. إيه رأيك في الميعاد ده كويس؟ برافو عليك يا ماما. ها واتفقتوا بقى على الميعاد؟ خلاص فينش، هروح لها بكرة بعد الظهر. لكن ما عرفتش حضرتك تبقي مين. ابقى مين ده ايه يا ولد؟ انا مجرد ما قلت لها ان انا فلانه حرم فلان ما تتصورش رحبت بيا قد ايه، ما تتصورش يا حبيبي لدرجه اني اتكسفت بقى وشي يحمر ويخضر ويصفر. مش ممكن. لا لا يا ماما، يعني قصدي ما قلتلهاش ان انا ابقى ابن حضرتك. طب وايه المناسبه اني اقول لها كده؟ ايه ده، مش الموضوع ده يخصني؟ وبعدين مش انا اللي هروح اخطب يعني. يا صفيه اغرفي الاكل وبعدين ندهن. انا نسيت من كتر الفرحه، احنا كنا بنقول ايه يا بلبل؟ سعيدة يا ماما. سعيدة يا حبيبي، ها اتغديت؟ لا يا حبيبتي أنا لسه راجع من الشغل وميت من الجوع. طيب على ما حسن يحضر لك الغدا غير أنت هدومك. لا يا حبيبتي أنا مش هلحق، أنا يا دوبك أتغدى وأطلع على العيادة. بالمناسبة بابا كان عندنا النهاردة في المستشفى. ليه؟ كان جاي عايز يقابل دكتور شهاب. غريبة قوي إني أقابله في المستشفى. عامة أنا حسيته عايزه في موضوع مهم. إزاي يعني؟ لما سألت بابا هو عايز دكتور شهاب في إيه؟ قال لي إن هو عايز يسأله على واحد زميله عيان. لكن لما جه دكتور شهاب حسيت إن هو ما كانش عايزني أبقى موجود وهما بيتكلموا. بس دكتور شهاب اعتذر له، قال له ان هو مش فاضي النهارده واداله ميعاد الساعه 9 في بيته. هو في ايه يا ماما؟ والله ما انا عارفه حاجه خالص يا ابني. ابوك النهارده رجع 5 بعد الظهر، حتى ما رضيش يتغدى وراح قاعد لوحده في الجنينه، حتى قال لي مش عايز حد يقعد معايا. طب ما يمكن يكون عنده موضوع خاص بيه وعايز ياخد راي دكتور شهاب. طب انا لما اشوف الدكتور شهاب انا هساله بنفسي واعرف منه ايه الحكايه، هو ما بيخبيش عني حاجه. طب تحب اسألهولك انا؟ لا، انت مش بتقول ان بابا مش عايزك تعرف حاجه، يبقى اكيد هيطلب من الدكتور شهاب ان ما يقولكش حاجه. اخرت عليك؟ كان عندي النهارده 15 كشف الحمد لله. الخير على قدوم الوالدين. شهاب كنت النهارده بتعمل ايه عند النائب العام؟ ياه ده الواحد تعب قوي النهارده. رد عليا يا شهاب، كنت بتعمل ايه عند النائب العام؟ انت مالك بقيت عصبي قوي كده ليه؟ على فكره مراتك نفسها بتشتكي من عصبيتك دي. انت كده هتكشف نفسك.
ما تنساش انك انت ارتكبت جريمة قتل، يعني اعصابك لازم تبقى اهدى من كده. كنت بتعمل ايه عند النائب العام؟ شفت انت متوتر ازاي؟ على كل حال عشان تعرف ان انا واقف جنبك اطمن، انا ما قدمتش البلاغ. امال كنت رايح عند النائب العام تعمل ايه؟ ده طلع صاحبي من زمان، كنا زملاء في مدرسه الخديويه. بس يا اخي انا مش فاهم ايه اللي دخله كليه الحقوق، ده كان علمي، ازاي انه ما جابش مجموع؟ انا مش جاي هنا علشان اسمع قصه حياه النائب العام. انا كنت فاكر انك جاي عشان فكرت كويس وقررت تنقذ نفسك. انقذ نفسي من ايه؟ من حبل المشنقه. انت خلاص اتهمتني وحكمت عليا؟ طب اقعد بس، اقعد عشان تسمع الخطه اللي انا رسمتها. لو نفذتها زي ما انا رسمتها بالظبط هتطلع منها زي الشعره من العجين. يا اخي لو عاوز تقتل مراتك ما تقتلها انت، حد منعك؟ انت. انا؟ ايوه انت. انت فاكر لما حكيت لك اللي عملته فيها مارجريت وقلت لك ان انا بفكر اني انتقم واقتلها، وانت طلبت مني ان انا اهدى وافكر احسن من كده لاني هخسر كل حاجه. انا فعلا خدت نصيحتك وفكرت ولقيت ان اللي قتلها لازم يبقى حد غيري، حد ملوش اي مصلحه في قتلها، حد يعني يكون هيقتلها من غير اجر، متبرع يعني. وجات الظروف وساعدتني وانت قتلت عمتك. انا ما قتلتش عمتي. احنا مش في تحقيق دلوقتي، وارجوك تسيبني اكمل كلامي. انت بعد ما قتلت عمتك بطريقه في منتهى الذكاء والغموض افتكرت انك انت ارتكبت الجريمه الكامله، بس الحمد لله قدرت اكشفها ولقيت قدامي الانسان اللي ممكن ينفذ لي اللي في دماغي، صاحبي، صاحبي اللي انا انقذت حياه بنته ودم بيجري في عروقه ودلوقتي بحاول انقذ رقبته من حبل المشنقه. ابقى غلطان؟ طب انا مستعد تختار اي حد تثق فيه يشهد على اللي انا بقوله وانا راضي بحكمه. هقول؟ ما هقول الجراح العظيم اللي بيداوي الناس ويشفيهم يتحول لمجرم ويفكر في القتل؟ ومعقول؟ معقول احمد عبد الرؤوف رئيس النيابه، الراجل اللي ضد الظلم ورافع رايه العداله ضد المجرمين والقتله، يقتل عمته عشان وصل امانه وعشان يورثها؟ معقول؟ انا مش فاهم انت تحولت كده ازاي. انا كنت انسان مسالم بخدم الناس، لكن القدر حط في طريقي شيطانه دمرتني وحكم المجتمع كان قاسي عليا. ما اكتفتش بكده بس، لكن كمان شاركت في قتل ابني. انت لو كنت مكاني ما كنتش استحملت. انت ما قدرتش تستحمل لما عمتك حرمت بنتك منك. لو كنت مكاني كنت قتلتها، كنت قتلتها وخسرت كل حاجه. انا كمان عايز اقتلها، لكن عايز اقتلها من غير ما اخسر اي حاجه، عايز اقتلها واكسب. وانت الانسان الوحيد اللي ممكن يحقق لي الرغبه دي، زي ما انت حققت رغبتك وقتلت عمتك وكسبت. انت ليه معتقد اني قتلت عمتي؟ ده اتهام فظيع. على كل حال انت حر، انا زي ما قلت لك النائب العام يبقى صاحبي، وانا خايف مره ابقى قاعد عنده في اوضته واضعف واطلع له البلاغ من جيبي. وساعتها تستفيد ايه؟ هبقى ريحت ضميري. انا عارف ان الموضوع صعب بالنسبه لك ومحتاج تفكير، عشان كده المهله اللي انا اديتها لك ممكن نعتبرها ممتده، لكن يكون في علمك هيبقى ليها نهايه وانا اللي هحددها، وفي الحاله دي مفيش اي اعتبارات بيني وبينك هتمنعني من اني انفذ كل اللي انا قلته لك. وزي ما بيقولوا لقد اعذر من انذر. احضر لك العشاء؟ لا مفيش داعي. ايه مش هتتعشى كمان النهارده ولا ايه؟ لا اتعشيت بره. كنت فين؟ سوريا، قلت لك 100 مره ارجوكي انا ما بحبش الاسئله اللي من النوع ده. طب اطلع معاك احضر لك هدومك؟ لا مفيش داعي، العيال اتعشوا. احنا كنا مستنيينك عشان نتعشى مع بعض. طب خليكي بقى علشان تحضر لهم العشاء. احضر العشاء ايه؟ ما الطباخ بيطبخ والسفراج بيحضر كل حاجه. أنا نسيت إن حياتنا اتغيرت عشان حياة جديدة. عاجبك حياتنا الجديدة يا سوريا؟ طبعًا يا أحمد. هو في حد يكره النعمة؟ الحمد لله. ما دام أنت مبسوط والولاد مبسوطين نحمد ربنا ونشكره. تصبح على خير.
قتلتهاش، بس انت في قرارة نفسك مش متأكد. لو ما كنتش قتلتها ما كنتش خفت من تهديد شهاب. انت اكيد قتلتها، اللي جواك بيقول كده. ما قتلتهاش، ما كانش قدامك غير الحل ده، لانك كنت خايف تعيش تحت تهديدها طول عمرك. يا ترى اللي بقوله ده حقيقة ولا وهم؟ يا ترى دلوقتي انا عايش ولا بخرف؟ مش عارف انا مين. انت احمد ولا انا؟ انت احمد ولا انا؟ انت احمد ولا انا؟ انت احمد ولا انا؟ نفسي اعرف الحقيقه. وبعدين يا دكتور، حالته بتتدهور كل يوم عن التاني. انا مش عارفه، ساعات يا دكتور احس ان هو بيتكلم مع نفسه، عايش في عالم تاني غير عالمنا خالص. انا قلقانه عليه، مش عارفه اعمل ايه. حاولي تتكلمي معايا عشان تعرفي هو بيشتكي من ايه. حاولت يا دكتور، ما قدرتش اعرف منه اي حاجه. بس انا عرفت انه كان عندك امبارح، ما قالكش حاجه. هو فعلا طلب يقابلني وجالي البيت وقعدنا نتكلم. انا كنت فاكر ان عنده مشكله عايز ياخد رايي فيها، ولا في موضوع معين عايز يتكلم فيه. لقيته اتكلم في حاجات تافهه كتير. قال ايه؟ عايز يفضفض. طب اتكلم في ايه معاك؟ في اخلاق الناس اللي اتغيرت، في المسؤوليات اللي بقت عليه وزادت بعد الورث، في ان حياته في الاول كانت احسن، وفجاه لقيته قام واقف كده وراح سايبني وخارج. يا دكتور، هو مش المفروض انه يتغلد على دكتور اعصاب؟ المفروض انه يروح فعلا، بس زي ما سبق وقلت لك قبل كده، ازاي نقنعه ان هو يروح من غير ما نجرح مشاعره؟ انا مش عايزه يفتكر ان احنا فاكرينه مجنون، دي حاجه ممكن تجننه فعلا. طب والعمل يا دكتور هنعمل ايه؟ انا من رايي انك تاخديه وتروحوا مكان هادي، يعني لو عندكم شاليه في الساحل الشمالي، او تروحوا الغردقه او شرم الشيخ. وانا في الحقيقه افضل الغردقه او شرم الشيخ، لان الجو دلوقتي بقى برد. احنا فعلا عندنا شاليه في الغردقه، بس تفتكر هو هيوافق؟ سوريا، قلت لك مش هسافر. يا حبيبي سافر، شم هوا. ما اقدرش اسافر، انا عندي شغل مهم. يا حبيبي اي حد من زمايلك يعملوا بدالك، كلهم بيحبوك ويتمنوا يساعدوك. انا مش محتاج مساعده من حد، وما احبش حد يعمل لي شغلي. انا مش قصدي يا احمد. سوريا، انت لو عاوزه تتفسحي خدي ولادك وروحي اي حته تعجبكم. طب ايه رايك لو نسافر كلنا مع بعض؟ مش هقدر اسافر، عندي شغل. يا احمد يعني هنسافر لوحدنا ونسيبك لوحدك؟ يا ريت، يبقى احسن حاجه عملتوها. يا ساتر يا رب، ده انت مش طايقنا خالص. يا ستي انا بقول لك مشغول، ما اقدرش اسافر. بس لو اعرف مالك. طب ايه رايك لو تعرض نفسك على دكتور وتاخد رايه؟ اخد رايه في ايه وانا مجنون؟ لا يا احمد مش قصدي حبيبي، بس ساعات الواحد بتبقى اعصابه تعبان، انا بتبقى اعصابي تعبانه وببقى محتاجه لمهدئ. ارجوكي سيبيني لوحدي، انا مش ناقص. لا مؤاخذه يا فندم، مؤاخذك هانم اتصلت وتقول لحضرتك جايه بعد ساعه. يا خبر ابيض، معقول حضرتك ما شفتنيش قبل كده؟ ازاي؟ ده احنا اتقابلنا مرتين. لا مرتين ايه، ده احنا اتقابلنا يجي اكتر من 3 مرات. حقيقي؟ امتى وفين؟ اتفضلي حبيبتي. شكرا. اتقابلنا حضرتك هنا في حفلات احسان هانم الله يرحمها. جرى ايه يا مدام سراي؟ انت ما خدتيش بالك مني ولا ايه؟ لا ازاي ما اخدش بالي منك؟ بس انت عارفه بقى طنط احسان كانت دايما حفلاتها كتير وناسها ما شاء الله كتير. ده صحيح، بس الحقيقه هي ما كانتش بتعزم غير الناس اللي تحبهم وتعزهم وتحترمهم. والحمد لله انا كنت واحده منهم، ما فيش حفله واحده من حفلات احسان هانم ما عزمتنيش فيها. وكنت دايما بشوف سوها معاها. سوها بنتي؟ اه، ما هي كانت عايشه معاها هنا، كانت بتحبها قوي. ونبيل كان دايما بيجي معايا. نبيل جوزك؟ جوزي. ده اللي شفنا يقول احنا اخوات. نبيل ده ابني. همي يضحك وهمي يبكي. هقول لك ايه، والله يا مدام سرية، ده ابوه توفى وهو عنده 7 سنين، وما رضيتش اتجوز ابدا ولا دخل عليه جوز ام، وقلت اعيش عشان اربيه وما اتجوزش خالص. مع ان ما عندكيش فكره اتقدموا لي ناس شكلهم ايه، مراكز ايه، وناس عندهم فلوس بالهبل كده، بالهبل بالهبل. لكن الحمد لله ربيته احسن تربيه واتفرغت له لحد اما اخد بكالوريوس علوم بدرجه امتياز وتعين معيد في الكليه. بسم الله ما شاء الله. انا كنت عايزه اجيبه المره دي عشان يتعرف عليكم، مع اني اعرفكم قبل كده وكان دايما بيشوف سهر هنا في الحفلات حضرتك اللي كانت بتعملها احسان هانم، وغير الحفلات كنا دايما بنيجي نزورها الله يرحمها بقى.
وهي ماما نبيلة جاية لسه عشان تتعرف ولا جاية عشان تخش في الموضوع على طول؟ تخش في موضوع ايه؟ انت عايزة تبوظلنا الخطة؟ ايه ده؟ انتوا كنتوا عاملين خطة؟ ايوه يا بنتي، عشان نضيع تأثير وجود نبيل في الحادثة اياها بتاعت الواد عمرو. ايوه بس اللي انا اعرفه ان نبيل ملوش دخل باللي حصل، واللي زقك ووقعك هو عمرو. بس ماما وبابا مش متخيلين الموضوع بالبساطة دي، ومعتبرين ان نبيل وعمرو هما في البلاك ليست. طب انتي هتحليها ازاي دي؟ ام نبيل بقى ست مخها كبير، قسمت الخطة على مراحل. المرحلة الاولى انها تتصاحب على ماما، والمرحلة التانية يظهر وجود نبيل ويتصاحب على مجدي. يا سلام، ومجدي بقى فضل الكلام الفارغ ده. بقولك ايه، ما تديهاش في وشي وخليكي محضر خير. ماشي، طب انتي ازاي بقى هتخشي في الصورة؟ ولا هتعملي بقى زي عرايس زمان ما يظهروش الا ليلة الدخلة؟ عرايس زمان ده ايه ودخلة ايه؟ بصي انا هنزل دلوقتي وهعمل اكني معرفش ان في حد تحت، وهسلم على طنط نازك واقعد معاهم، وبكده تبقى مهمتي ابتدت. ازاي يعني؟ كل ما اجي اقعد مع ماما همدح لها في طنط نازك دي. كده من اول مقابلة؟ لا، ما هي طنط نازك بقى هتهري ماما مقابلات عشان تكسب قلبها وتبقى صاحبتها الروح بالروح. بس دي حاجة بقى طول شرحها، وانت عارفة بقى ان ماما ما بتصاحبش اي حد بسهولة. لا يا ذكية، ما هو احنا هنكثف الزيارات. هنكثف الزيارات يا شيخة؟ والله يا سرية هانم، يعني انا مش بشكر في ابني، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، غير شباب اليومين دول خالص. يعني هقول لحضرتك، تصوري، لا سجارة ولا شيشة ولا يسهر برا البيت ولا يعرف بنات ولا ياكل حتى برا البيت، يعني زي ما بيقولوا كده من البيت للكلية ومن الكلية للبيت. ده انا حتى حاولت اجيبه معايا النهارده، قال لي وبعدين يا ماما سيبيه بقى اشوف شغلي عشان بيحضر للماجستير. بسم الله ما شاء الله. اكون دوشت حضرتك ولا حاجه؟ لا يا خبر، ما تقوليش كده، بالعكس ده انت انستي ونورتي. تحبي تاخدي حاجه تانية؟ لا لا لا، ما اقدرش، انا اكلت من البيتي فور وانت عارفه بقى ان انا عندي سكر، بس ايه، القعده مع الناس الحلوه بتنسي الواحد ويضطر ياكل حاجات حلوه. بالهنا والشفا يا حبيبتي. طيب تسمحي لي حضرتك استاذن انا؟ ليه، ما لسه بدري. والله قعدتك حلوه وما تشبعش منها ابدا، بس نبيل لوحده ما اقدرش اسيبه اكتر من كده، رغم ان عندنا شغاله وسفراجي كمان، لكن ما اقدرش اكل غير من ايدي. طبعا طبعا، عموما انت انستي وشرفتي يا حسن. عن اذنك يا حبيبتي. مع الف سلامه. بس توعديني حضرتك هتردي الزياره قريب؟ اكيد طبعا ان شاء الله، مع الف سلامه. الله يسلمك افندم. هاني حسن وصل الهانم لغايه العربيه. يا خبر ابيض، شكرا. عن اذنك بس ما تتصوريش هتوحشيني وهفتقدك قد ايه. ميرسي يا حبيبتي، مع الف سلامه. مع السلامه. مشيت يا ماما؟ ضيفة؟ دي مصيبة تقيلة، مصيبة مسيحة. عملت ايه؟ عملت؟ دي خلت دماغي زي الطبلة من ساعة ما قعدت وهي رغي 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 وانا مش فايقة لها. هي مين دي يا ماما؟ بتقول جارتنا، قالوا عايزانا ازورها. لا يبقى المفروض تزوريها. وانا ناقصة بلاوي يا بنت انتي. لدرجة دي يا ماما هي مش عاجباكي؟ انتي بقى حضرتك مهتمة بيها قوي كده ليه؟ على فكرة هي بتقول انها عارفاكي من ايام طنط احسان. هي اسمها ايه؟ اسمها نازك، فاكراها؟ لا مش عارفه، بس ممكن لو شفتها افتكرها. وهتشوفيها فين ان شاء الله؟ انت مش بتقولي انها جايه هنا تاني؟ انا قلت كده. انا خلاص قررت، يا اما اقعد معاكي يا اما اقعد لوحدي، لكن مش هقدر اعيش مع مارجريت. ايه الجنان ده؟ عشان ايه ده كله؟ يعني مش عارف يا حبيبتي، مارجريت ظروف صعبه قوي دلوقتي ولازم كلنا نقف جنبها. وانا لظروفي مش صعبه يا حبيبتي؟ صعبه كل حاجه، بس انا واقف جنبك. انت يا حبيبي مهون عليا كتير، بس انا خلاص مش قادره انسى اللي عملته ماما عملها. صدقيني يا حبيبتي، اللي عملته مارجريت هو الصح، بس هي كانت خايفه ابوك يجي ويمنعوه من وزاره المهنه. وبعدين هي عملت ايه غلط؟ كلفتني اخطار اكبر جراح قلب في انجلترا، لكن للاسف حتى اخوك كان بيقوس منها، ونسبه الامل كانت حوالي 5%. انت ليه دايما بتحاول تدافع عنها؟ يا روحي انا مش بدافع عنها ولا حاجه، انا مش عايز العلاقه اللي بينكم تنهار. دي امك اللي بتحبك وعايزاكي جنبها على طول. طب افتكر انت كده، عمرك طلبت منها حاجه وهي رفضت؟ لكن ابوكي كان بيرفض معظم طلباتك وكان عنيف معاك. مش عارفه، بس انا مش طايقه اقعد في البيت ده. ده احساس طبيعي عشان بتفتقدي اخوك، لكن صدقيني الزمن كفيل يداوي الجرح ده. بعدين ما تخافيش، لما نتجوز بكره انا وانتي هنسيكي كل حاجه. وانت ناوي بعد ما نتجوز نعيش في بيتنا؟ طبعا
حد يكون عنده قصر جميل زي قصركم ويعيش بره. ما تنسيش في يوم من الايام انت هتبقي سيده القصر ده وكل اللي في القصر هيبقى تحت امرك. حتى انت يا توماس؟ من يوم ما حبيتك وانا تحت امرك. يعني لو امرتك تعمل اي حاجه هتنفذ؟ أمور يا حبيبتي. نتجوز. طب ايه رايك ان انا كنت هفتح الموضوع بتاعنا ده مع مامتك باليومين اللي فاتوا دول لولا الظروف الفظيعه اللي حصلت موت اخوكي وزياده العداء اللي بين مامتك وباباكي. انا حاسس ان باباكي بيدبر حاجه لمارجريت مسكينه. يعني هيكون بيدبر لها ايه؟ مش عارف بالظبط، لكن لما بصيت في عينيه بعد موت ابنه لقيت عينيه مليانه برغبه انتقام من مارجريت ومني انا كمان. وانت دخلك ايه؟ يعني على اساس انا المتواطي معاها في كل حاجه وكنت ممانع انه يجي يعمل عمليه لابنه، خصوصا لما عرف ان الدكتور اللي عمل العمليه انا اللي اخترته. وانت كنت بتنفذ رغبتها لدرجه انك ما سمعتش كلامي لما قلت لك داد لازم يرجع. انا كنت بنفذ رغبه ام هي احرص واحده على حياه ابنها. اسف جدا، عارف ان انا اتاخرت عليك بس يا دوبك خلصت العمليه وكده. ما تعتبش عارف ان انا كنت حازق على كل شيء. انا قلت يمكن ما تجيش. في حاجه في الدنيا ممكن تكرهني عنك؟ ليه بقى؟ قال لي لا. سالتها. وقالت لك ايه؟ هي مين دي؟ نفس. قالت لي اسالي هو. طب تحبي تروحي ولا نقعد تحبي نتكلم؟ تشوف. يعني اي حاجه اقول لك عليها هتعمليها؟ انت ناسي يا دكتور ان احنا اللي انقذت حياتي؟ طب يلا بينا نقعد في حته نشرب معاك. يلا في سن ابوها؟ مش عارفه. لا بس انا لو افتكر بس الراجل ده انا شفته فين؟ شفته فين؟ يا شيخه اكيد قابلتيه في مكان. لا لا ما قابلتوش يا مامي، انا الناس اللي بقابلهم بفتكرهم. لا الراجل ده انا شفته في حاجه، يمكن مشهور، شفته في مجله. ممثل يعني؟ ايوه انا افتكرت يا ماما، انا شفته في التلفزيون. مش بقول لك ممثل؟ يا ماما مش ممثل. ممثل ايه بس؟ مش بتقولي شفتيه في التلفزيون؟ وهو يعني ما بيظهرش في التلفزيون الا الممثلين، ما بابا طلع في التلفزيون 100 مره يا مامي. طب والنبي كان بيبقى زي القمر ووشه كده مالي الشاشه وكلامه حلو ويتسمع ومترتب، ده فشل اي وزير كان يعرف يتكلم زي ابوكي. ايوه انا افتكرت. وطلع مين بقى ان شاء الله؟ بتقولي الدكتور شهاب السلاموني؟ طبعا اعرفه، بس انا يا سلوى ما اقدرش اكتب الكلام اللي انت بتقوليه ده من غير ما اعرف الاول ايه علاقته بيها وباسرتها. مش يمكن يطلع قريبها ولا خالها ولا حاجه؟ واذا كتبنا ان في علاقه غراميه بينهم ممكن يعمل لنا مشكله او يضحك الناس علينا. انت عارفه ان الجورنال بتاعي ما بينشرش الا الحقائق، اما الحاجات التانيه دي فانا بزحلقها على اي جورنال من جرايد لغاوي الفضائح. وانت عارفه انا موتي وسمي نشر الفضائح، لكن على العموم اطمن انا هجيب لك الخبر اليقين. مش هما بيقولوا عند ابو الفتوح الخبر اليقين؟ يعني برضه مش عاوز تعترف؟ اعترف بيه بس؟ بانك قتلت عمتك. عمتي؟ عمتي مين يا بيه؟ انا عمتي ماتت من سنتين. يعني برضه بتنكر انك قتلت عمتك؟ قتلتها ازاي يا بيه؟ عمتي ماتت موتة ربنا. بطل كده بقى، اعترف انت قتلت عمتك. يا بيه يا بيه انا هو انا متهم بقتل خالي ولا عمتي؟ ارجوك يا باشا يعني ارسلك على بر. قتلت عمتك والدكتور اللي كان بيعالجها بيأيد كلامي. دكتور مين يا بيه؟ يا بيه انا عمتي ماتت وهي بتحج، الله يرحمك يا عمتي، وما كانتش عيانه. كانت عيانه وانت كنت بتزود لها نقط في الدواء عشان تخلص منها. تنكر؟ مش فاهم اي حاجه. انت ما بتتكلمش ليه؟ بتقول حاجه يا استاذ احمد بيه؟ احمد بيه لا مؤاخذه
القضية بتقول إن هو قتل خاله مش عمته. أنت ما تعرفش حاجة يا سمان. لا، قتل عمته. وإيه دخل عمته بالقضية؟ الله أكبر، الله أكبر. أهو شاهد شاهده من أهلها. قول له، قول له أستاذ، قول له فهم كبير رئيس النيابة إن أنا عمتي ماتت من سنتين وإنها ماتت وهي بتحج. أنت بتحاول تبرر جريمتك؟ أنت هتعرف عمتك أكتر مني. أيوه أعرفها. أنا كنت بديها الدواء بإيدي. هي مين يا بيه؟ عمتي. هي عمتك ولا عمتي؟ أنت في الآخر شكلك كده هتبقى أخويا يا ابن خالي. أنا هطلب إنهم يشرحوا الجثة علشان يثبتوا عليك التهمة. اكتب يا سلمان، ما بتكتبش ليه اكتب؟ يا اخوانا حد يشوف حل في الراجل ده؟ حل في الراجل ده؟ قاتل وكمان سافر وقليل الأدب. أنا هعدمه. أحمد، أحمد، أخصى عليك يا أحمد، وصحيك لو تخبطني في إيدي كده. مجرم. مين ده اللي مجرم؟ المجرم اللي قتل عمته. إيه الحكاية يا أحمد؟ أنت عندك قضية الواحد قتل عمته. أنت كنت بتحلم ولا إيه؟ انت برضو المره اللي فاتت حلمت نفس الحلم. انا حياتي كلها بقت كوابيس يا حبيبي. انا بقول لك الكوابيس دي عشان انت اعصابك تعبانه، لازم تروح لدكتور يا احمد. انا مش فاهمه انت مش عاوز تروح لدكتور ليه؟ عشان يديلك حاجه تريح اعصابك. خلاص بقى يا سريه، فضينا من الموضوع ده. احنا بالليل ولا بالنهار؟ احنا بقينا يا سيدي العصر. انا جايه اصحيك عشان عيد ميلاد مها. هو عيد ميلاد مها امتى؟ معقولة يا أحمد مش فاكر عيد ميلاد مها إمتى؟ النهاردة. كان لازم يعني؟ مش كمان كنا أجله؟ صعليك يا أحمد، ليه كده؟ بعد الشر. آه وبنتعلم يا حياة، مهما في يوم تدينا تاخدي منا أكتر، واللي في إيده ملوش وحاجات تزلل عينينا، بكرة في عيوننا يصغر. أرود نتعلم يا حياة، مهما في يوم بدينا بتاخدي منا أكتر، اللي في إيده ملوجة وحاجات تزلل عينينا، بكرة في عيوننا يصغر. كل يوم نصحى من حلم نلقى الحقيقة كابوس، في القلب احساس بظلم من ناس على جروحنا بتبوس. كل يوم نصحى من حلم نلقى الحقيقه كابوس، ويزيد في القلب احساس بظلم من ناس على جروحنا بتبوس. لو كان من خاف سلم ما كانتش ضاعت يا منفوس، والغدر اصبح مرض وعلاجه اصبح شيء ما يقوس. نتعلم يا حياة، مهما في يوم ادينا بتاخدي منا أكتر، واللي فيه ملوجة وحاجات تزلل عينينا بكرة في عيوننا يصغر. ليه في ناس ترسم في خط فاكرة حياتها واقفة عليه، زي الغريب رايح نشط يوصل يلاقي نهايته فيه. في ناس ترسم في خط فاكرة حياتها واقفة عليه، زي الغريب رايح نشط يوصل يلاقي نهايته فيه. ده الخير في طريقه دايما، الشر ليه قاطع طريق، وانت ابو قلب طيب يا تعيش كمان يا تموت كريم. تعلم يا حياة، مهما في يوم تدينا بتاخدي منا أكتر، واللي في إيده ملوجة وحاجات تزلل عينينا، ورافع عيوننا يصغر.